السودانيين هيضيقوا علينا عيشتنا وهيشاركونا لقمه عيشنا، السودانيين اخواتنا وجايين بفلوسهم وهينشطوا الاقتصاد المصري، السودانيين احنا وهم شعب واحد وياما وقفوا معانا في بدايه الازمه. دول رايين بداوا ينتشروا على السوشيال ميديا مع اشتعال الازمه في السودان. قررنا من هنا نعمل مناظره بين الرايين في دقائق، وما تنسوش ان انتوا الطرف الثالث اللي مستنيين نعرف رايه في التعليقات. معانا الاستاذ حسام الدين رضوان، اهلا بيك في دقائق. ومعانا الكاتب رامي يحيى، اهلا بيك استاذ رامي. انت استاذ رامي من يعني الكتاب الناشطين على السوشيال ميديا، وبترحب جدا بفكرة اللاجئين السودانيين تحديدا في وسط الأزمات الاقتصادية والسياسية اللي بتعاني منها مصر في التوقيت اللي احنا بنمر به. ايه اسباب تأييدك؟ اسباب تأييدي بالاساس انسانية، فبرحب بكل الوافدين من كل مكان، وفي اسباب سياسية واقتصادية يعني تعود على بلدنا بالمصري، يعني فايدة ومصالح ايجابية. الناس دي جاية حتى الان لحد اللحظة اللي احنا فيها، انت اللي جايين من السودان تحديدا لسه اللي بيجي لك الطبقة الغنية، لان ازمة الوقود جوه السودان مخلية اسعار الانتقال اتضربت فوق العشرة. ده حقيقي فعلا. فبالتالي التذكرة الناس كانت بتوصل هنا من يطلع من الخرطوم يوصل العابدين بحوالي من 1000 لـ1200 مصري. النهاردة بيطلع من حلفة اللي هي أقصى شمال السودان لأسوان اللي هي أقصى جنوب مصر، بيدفع 5 أضعاف الرقم ده وأكتر. معقول؟ لأن مفيش إمدادات وقود. دلوقتي الناس أصلاً بتنوم منين في السودان؟ الشركات اللي قفلت والمصانع المقفولة، بيتسرق البنزين بتاعها وبيتباع، اللي جواها الوقود اللي جواها بيتباع. فهذا ده دايما من هنا. فبالتالي التذكرة عشان يوصلك، فاللي جاي غني. أنت مش جاي لك الفقرة، فهو جاي معاه. يعني هو جاي سائح زائر، هو جاي طبقا لاتفاقية الحقوق الأربعة، ان له حق الإقامة والتملك والزواج والعمل. جميل. انا بتكلم لبيوت اصلا، شاري بيوت هنا في مصر جاي يقعد فيها، عنده بيوته تمليكه، الناس عندها عقود ايجار طويلة المدى الامد، جاي على بيته اللي هنا. فهو جاي في الحدود دي، وفي ناس جايه لاول مره لسه جايه او اول مره يستقر بقى شويه، وفي ناس جايه ترانزيت، ده اقرب مطار متاح لي، مجرد ما دخل اسوان ركب من اسوان على الخليج او على اوروبا، او جاي على القاهره ومن القاهره يبدا هيركب برضه مطار ويتحرك. ده برضه موجود بنسبه مش قليله. وتالت طبعا بالنسبه للسودان تحديدا، لان ده في تواصل بشري بيننا وبين بعض، في هنا في قرايب وفي زيجات وفي اهل، ده برضو مهم جدا. حاجه مهمه كمان ان فكره لاجئين، مصر مش دوله استقبال لاجئين، مصر مش دوله لجوء، ده مصر على سيستم اللجوء دوله عبور. الناس دي بتوصل كنازحين لان هو ده المعبر المتاح، بيقعد هنا بيسجل ورقه في اليو ان، بيتقبل ورقه، بيتم توطينه، بيروح على دول التوطين اللي هي استراليا، كندا، امريكا، دول اوروبا. هو ده السيستم. لكن احنا مش دوله لجوء، محدش بيلجا لمصر الا حالات شديده الندره. بغض النظر عن الاشتباك في مع التفاصيل دي، ضيف ممكن يرد فيها، انا عاوز استفسر منك اكتر بغض النظر برضو عن فكرة يعني العامل الانساني المشترك، ايه الاستفادة اللي انت اشرت ليها الاقتصادية وسياسية في الموضوع؟ الاستفادات السياسية مثلا، انت شوف النهاردة مثالا، بص على تركيا. تركيا مثلا داخل النهاردة في قرابة 10-11 سنة، بتضغط على اوروبا بالكامل، تعال اوروبا بالكامل، بورقه ان اللاجئين السوريين اللي عندها،
انا عندي لاجئين سوريين، انا فجاه ممكن افتح الحدود، الناس دي ممكن تبقى عندك. هو قادر بيستخدم دي كورات ضغط، بياخد بيها بيحقق بيها مكاسب سياسيه واقتصاديه عاليه من الاتحاد الاوروبي. احد طرفي النزاع في السودان حاليا حميدتي مثلا، جزء من الباور السياسي اللي عنده مش بس ان هو عنده جنود بتشتغل على الارض الدعم الاوروبي ولا بيشتغل، لا عنده دعم اوروبي. دعم الاوروبي ده بيجي له منين؟ او هو تواصل مع الاوروبيين بناء على ايه؟ مع الاتحاد الاوروبي، على اساس ان هو الرجاله بتاعته او الجنود بتاعته بتقطع الطرق بتاعه الهجره غير النظاميه من الناس اللي بتتحرك من قلب افريقيا للبحر المتوسط. هو بيبدا يقطع الطرق من جوه، فالناس دي لما كلها كان ده او ده بيكسبوا من فكره الاحتكاك مع اللاجئين. لما نطبق ده بقى احنا عندنا في وضعنا كمصر في الازمه اللي احنا بنمر بها اقتصاديا وسياسيا من يعني من على حدودنا من جميع الاتجاهات تقريبا، احنا بقى كمصر سياسيا بقى الاستفاده اللي نقدر نمسكها قدام ايه؟ ده بالنسبه للاخرين، انا بتكلم احنا في وضعنا المكاسب اللي نقدر نمسكها. انت هو المثال تاني، هو تركيا عندها 3 مليون لاجئ سوري بتضغط بيهم على الاتحاد الاوروبي، انا عندي لاجئين ولاجئين دول ما ممكن يعدوا عندك، اللاجئين دول محتاجين كذا اديني. انت كمان الناس دي عندك وموجودين، هل انت وجودهم عندك انت مش مأمن حدودك الشماليه؟ انت مش مأمن شواطئك ان محدش ما بينطلقش من عندك هجرات غير نظاميه؟ تمام. اللي عايز يطلع بيطلع منين؟ بيروح يطلع من تونس، بيروح يطلع من ليبيا، بيروح يطلع من المغرب، مفيش حد بيطلع من مصر. ده معنى ان انت مسيطر على حدودك. سيطرتك على حدودك مع هذا العدد من الاشخاص اللي فيهم نسبه احتياج لهجره غير نظاميه بشكل عالي، ده بيديك ورق ضغط على الاتحاد الاوروبي وعلى المجتمع الدولي. جميل. هنرجع للنقطه الاقتصاديه تاني يعني التفاصيل والمشتركه بيننا وبين الشعب السوداني، لكن عايز اروح للاستاذ حسام. حضرتك مع اشتعال الازمه في السودان بدات يعني تنشر مجموعه من البوستات والميمز والتفاصيل الخاصه ب يعني رفض فكره اللجوء من بابها. تمام طبعا. ايه السبب؟ بس السودانيين ده ماشي، ايه السبب يعني رفضك فكره اللجوء من بابها؟ الحالة الاقتصادية ما تسمحش، واللي بيجي لنا ناس ما هياش برضو يعني ذات قيمة في أي شيء بصراحة. شايف إنهم هيضرونا في حاجات كتير جدا. بمعنى؟ فكرة إن إحنا نستغل دوت يبقى كارت ضغط على أوروبا زي تركيا مش هتنفعنا، لأن هو التاني عامل كامبات وعامل يعني في ناس حتى المدمجين في وسط يعني هو كأنه بينقي وبيدمج الناس اللي ليها قيمه وهتفيد المجتمع والباقي كله حاططهم في معسكرات وبيتاجر بيهم. تمام. احنا شخصيتنا كمصر مش زي الشخصيه دي خالص، احنا ناس مختلفه، احنا ما عندناش معسكرات مثلا، الناس بتستفيد بالدعم، بيتعمل لهم تخفيضات حتى في التعليم. يعني انا عندي مواطنين مصريين مثلا داخل طب داخل مصاريف اقل بنسبه 90% مثلا، ونسبة القبول في الكلية برضو أقل بكتير جدا من المصري. ده غير بقى ان فكرة ان احنا اقتصاديا مش مستحملين، والناس دي مش هتقبل ان هي تسمع كلام مثلا الحكومة بتاع ان احنا حددوا النسل. هو بره نفسه، هو ما عندوش ولاء اصلا للبلد، ملوش دعوه بالبلد، بالرئيس بتاع البلد ده بالنسبه له يعني رئيس بلد تانية حتى لو هو قاعد فيها، فهو مش هيسمع الكلام. عنده طبعا المنطقات الدينيه بتاعته، عنده هو فكره العزوه، عنده فكره الحاجات التانيه مختلفه عننا احنا مش هنستحملها ابدا. غير المهن اللي بيخشوا يحتكروها سواء كان اللاجئين، مش الكلام مش على السودانيين قوي برضو. فكره السودانيين وربطهم بالافرو سنتريك دي مثلا عامله خوف عند تيار كبير جدا من المصريين. انا شخصيا كواحد قومي مصري، ايه بقى طبيعه المخاوف دي؟ فكرة تغيير الهوية، هل في علاقة بين يعني فكرة اللجوء دي بالهوية حصل والقومية؟ في آخر كام سنة مثلا وتعالت الأصوات بتاعة الأفروسنتريك اللي هم أصلا في أمريكا، وابتدى يبقى ليها صدى عند الجيران عموما الجنوبيين، وابتدى ناس يتبنوا الأفكار ديت. الأفكار دي اللي بتقول إن إحنا إن هم أصحاب الأرض أصلا، تم تهجيرهم
قصرا في الحروب على مر الزمان بقى، وبيقعد يعدد لك بقى انتوا احتلوكم مش عارف قد ايه وعملوكم فيه ايه وبتاعه مش عارف ايه، وبعد كده احنا مخلفات، بصص لنا ان احنا كالمصريين احنا مخلفات الاستعمار عموما. بيبدا بقى من اولها خالص من ايام الفرس مثلا واليونان والرومان وبتاع ومش عارف ايه، وشايف ان هو الاحق بالكلام دوت، بيبص على الهرم يقول لك ده الهرم ده بتاعي وانتوا سارقين حضارتي، وبيحاول ينسب الحضاره وبيسرقها مني. طب ما ده يعني متبني الافكار ديت يعني. مش هتكلم بقى سياسه، ان هو برضو في لحظه من اللحظات واحنا في وقت شده، هو مثلا متاثر بالسد بتاع اثيوبيا، احنا في وقت هو هيتضم يعني، هو اول الاكتر يعني، هو ممكن يتدمر اكتر مني فلو السد ده حصل له اي حاجه، وهو مش فارق معاه الكلام ده كله، بيكيد في مصر والمصريين. والنظام التعليمي بتاع البشير برضو في الوقت دوت كان بيعلي الحته التعالي ديت، وان هم اصحاب الارض الاصليين، هم اصحاب الحضاره المصريه نفسها. الكلام ده موجود في يعني مفيش فوق يعني التعميم ده، مفيش فيه يعني اللاجئين السودانيين اي خطاب معتدل مثلا، كله في طبعا في كل حاجه. طب احنا بنتكلم على العام. بنتعامل مع في ناس كويسه ومفيده، وفي ناس منهم من طبقات المجتمع اللي هو ما في حرب يعني، احنا شينا بينا ما هو في حرب. تمام. وانسانيا احنا لازم نساعد برضو جيراننا. تمام. زي ما احنا طبعا احنا مش لما بنتحط في الموقف دوت يعني، حاجه بتبقى نادره جدا فكره اللجوء، انما ما عندناش اي مشاكل ان احنا برضو ايه نساعد الاخرين، زي ما بنساعد الليبيين واليمنيين والسوريين وبتاع، حتى لو درجات الحرب حتى سوريا. هرجع لك في موضوع تنظيم المساعده دي شكلها عامل ازاي وفكره اللجوء، لكن عايز اخد من على لسانك وارجع لرامي، انت شايف ان في نوع من المبالغه في الطرح ده، او يعني الى اي درجة من درجات انت ممكن تتفق معاه او تختلف معاه؟ هو كان مثلا يعني في اكتر من نقطة. خلينا مثلا في فكرة الهوية والمنفعة. بالنسبة لنقطة الهوية يعني طبعا ما فيش تأثير سلبي لمسألة الهوية، الموضوع ما بتعرضش يعني مع يعني تصاعد يعني نغمة المركزية الأفريقية والأفرو سنتريك والتفاصيل ده. نفصل بس السؤالين عن بعض عشان نعرف نجاوب عليهم يعني. تمام. حاجات بتبقاش لا تمام مربوطة بالشكل اللي بلاقي ده بدو عضيات. حركات النزوح بشكل عام لما قلنا في هي دي اللجوء مش نزوح، النزوح بيبقى داخل نفس الدولة. اللجوء بشكل عام او العبور، هو في حاله عبور السودان، هم قاعدين بقالهم سنين من ايام مبارك اصلا. ما انت خد بالك من حاجه، عشان الدوله المصريه موقعه مع الدوله السودانيه اتفاقيه الحقوق الاربعه دي، انا معترض اصلا عليها. دي مشكله تحلها مع الدوله، الناس ملهاش مين يتكلم مع الدوله. تمام. الناس دي موقعين هذه الاتفاقيه، حق السفر تملك والتملك والاقامه والعمل، عايز تروح اتفضل، هو عايز يجي يتفضل. ورغم كده، رغم ان الحقوق دي كانت موقع عليها من سنين، الا كان بيتم استثناء منها الذكور من سن 17 لسن 45، دول كانوا بيتعمل عليهم كشف والتاكد هم مين وعلاقتهم ايه بسبب وضع الامني، الامني وال 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 طول فتره احتضان النظام البشير ونظام الانقاذ للارهاب هناك. فكان بيبقى فيه دوائر امنيه على الذكور من 17 لل 25. تعالوا نحط نقطه نظام عشان ايه الكلام ما يروحش بعيد. لو سلمنا بفكرة وجود خطاب عنصري أو خطاب كراهية عند اللاجئين أيا كان اتجاههم، سودانيين أو يعني ليبيين سوريين يونانيين أيا كان، حلو؟ إزاي نتعامل مع الخطاب ده؟ هل أنت شايف إن احنا نتعامل معاه بنوع معين، ولا نتساهل معاه تماما، ولا نواجهه إزاي؟ شايف حاجة زي كده نتعامل معاه إزاي؟ يعني هو نفس السؤال بس بشكل ايه؟ يعني فكرة ان في سودانيين ما بيحبوش مصر، بيتبنوا خطاب كراهية وعنصرية، عنصري ضد مصر. تمام. افضل طريقة للتعامل مع ده انك تستضيف الناس دي وتعملها كويس وتعامل معها بشكل جيد. انت بتحطه قدام نفسه في اعادة تفكير، ان هو يعيد تفكيره مرة تانية. وده حصل مع اشخاص من اللي جايه، هم بنفسهم قالوا ما كانش دي الصوره اللي عندنا، ما كانش دي الفكره اللي مصدره لنا، ده حقيقي ان هو ما شافش.
هو بيتحقن بافكار. هو تاثيره ده مش يعني ده تاثير قد ايه؟ ما تاثير ده اللي هو اللي انت بتعمله. انت بتقدم نموذج على الارض مخالف للفكره اللي بتتقال على السوشيال ميديا. مش هنعتبر ان ده نموذج وعظي يعني انت هتديله الموعظه والعبره في التعامل الحسن. العبره انت بتقدم له العمل الحسن. لا انا بتكلم تنظيميا. احنا قدام يعني شرائح من اللاجئين بتقدم خطاب كراهيه عنصريه ضد المجتمع اللي بيحتويهم واللاجئين اليه. نتعامل مع الخطاب العنصريه والكراهيه ده ازاي؟ خصوصا انها مش مجرد كراهيه عاديه، لا كراهيه منظمه بنظريات وتفاصيل. نتعامل معاها ازاي؟ لا يعني مش فاهم منظمه يعني في كراهيه منظمه بناء على ارث تاريخي ونظريات مثلا زي نظريه المركزيه الافريقيه وخلافه، واخد بالك؟ دي حاجه ودي حاجه. تمام. الفرق ايه؟ الافرو سنتريك بيتكلموا عن المركزيه الافريقيه دي عايده على تحديدا الجنس الزنجي. تمام. وهنا دي مش شتومه، ده اسم عرق. عرق. العرق ده تحديدا لا يعني زنجي لا تساوي اسود. او اسمر. او اسمر. ما انا اسود. انا مش زنجي. ايوه. ده مش عرقي. تمام. مصري. ايوه الكلام ده برضو بالتحديد كلام نخباوي قوي. ان العائل السوداني الصغير اللي هو بيبقى خلاص شايف ان مصر هي اللي سرقاه وهي اللي بتسرق من اول السمسم للذهب للميه نفسها للارض الزراعيه بتاعته، وشايف ان خلاص هي دي الشيطان الاعظم. ده نعمل معاه ايه طيب؟ أيوة انت شايف انت نعمل معاه ايه؟ يعني انت الوقت قدام خطاب كراهيه، انت شايف ان الحل من بابه رفض الفكره تماما وقفل الباب عليه، ولا في يعني جانب تنظيمي ممكن نتعامل معاه من ناحيه الدوله؟ انا شايف ان احنا الدوله اصلا مقصره ومش بتتعامل مع الافروسنتريك عموما. طالما احنا بنتكلم في النقطه دي دلوقتي بشكل لا انا مش عاوز مش هي دي دي, دي 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 عرضا يعني دي نقطه عرضيه في وسط الموضوع. انا بتكلم حتى على خطاب الكراهيه عموما. لا انا شايف الدوله مقصره وما بتعملش اللي عليها في الحته بتاعه خطاب التنمر من اللاجئين على المصريين. يعني ما السوريين بيشتموا في البلد وبيشتموا في الرئيس، كله السوريين بالعموم والسودانيين. لا اغلبهم الناس كتير جدا وبرزين وصوتهم عالي حتى لو هم مش بنتكلم في العموم طبعا، والتعميم ده شيء من الجهال ومش مقصدي خالص، واعتقد ده اصلا بديهي. بس بتكلم في نقطه ان ده اصوات موجوده والدوله مش بتتعامل معاها، ولا اللاجئين اللي من نفس البلاد بيتعاملوا معاها. يعني ما بنشوفش سودانيين بيقدموا مثلا اخواتهم السودانيين اللي بيتبنوا الخطاب دوت. فلا انا المفروض ان انا بعد كده انا فكره الدمج اصلا في المجتمع والتوطينهم، وحتى لو هم في نسبه منهم التوطين ده موضوع تاني. طب معندكش توطين حتى لو هم عابرين المده بتبقى طويله بيجيبوا ناس، ما هم أيوه بيخلفوا أيوه وبيجيبوا قرايب. الموضوع ما هوش ما فيش زي ايه جدوله لرجوع الناس ديت لبلادهم. انا عايز الموضوع سداح مداح كده قاعدين وكلها ارض الله وكل الرزق بتاع ربنا. لا الموضوع منك وارجع بعد كده. احنا دوله معلش في نقطه بس الخطاب العاطفي بتاع ان احنا اخوات وان احنا وطن عربي وطن دين واسلامي وبتاع ده احنا دوله. الخطاب ده خسرنا في تاريخنا كتير جدا بشكل وحش، وبعد كده هم نفسهم مش هم السودانيين بس كلهم بقى واليابانيين. الخساره دي شكلها عامل ازاي؟ لا لا لا. اقتصاديا وسياسيا عايزين نحط ايدنا عليها. يعني انت شايف الخسارة دي يعني الشعارات القوميه دي والانسانيه خسرتنا فلوس. احنا بنساعد الناس دي على قد ما بنقدر، بنحاول ان احنا نحتويهم، بنحاول ان احنا حتى نستثمر، بنحاول ان احنا بنساعدهم بالجيش وبعساكرنا وبجنودنا، وهم في الاخر بيشتمونا وفي الاخر بص لنا ان احنا اصلا الشيطان الاعظم. طيب ما هو ده خساره. انت شايف ايه؟ انا مش عارف بتكلم عن مين. مين اللي احنا السودانيين دلوقتي لو احنا بنتكلم بمناسبه الحرب اللي حاصله في السودان، دول من اكتر الناس اللي بيتكلموا علينا وحش. مفيش سودانيين بيردوهم. مش بتكلم على السوشيال ميديا بس، بتكلم حتى على الناس بتاعه اسوان وادفو ودراو وكومومبو متاثرين بالكلام دوت، متاثرين ان لان هم الجنوب هم اللي بيجي لهم من الناحيه دي السودانيين. فلا بيشتكوا من غلو اسعار الايجارات مثلا، بيشتكوا من المهن بتاعتهم بتتاخد، بيشتكوا من حاجات كتير جدا. بيشتكوا من ان فكره ان الشباب اللي هو من اول ال20 متوسط اعمار يعني عموما 30 سنه
بيبقوا دول مش عائلات. هاخد من على لسان حسام وارجع لك يا رامي دلوقتي. لما ناخد الموضوع اللي هو بيتكلم عنه، انا شايف مثلا تقرير عن يعني ناس مؤجرين بيطردوا من الشقق بتاعتهم عشان اللاجئين السودانيين بيدفعوا اكتر. تتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ يعني الموضوع زي ده لما يبقى مأثر عليك في ظل الازمات الاقتصادية والزيادة السكانية اللي موجودة عندنا، الموضوع ده نتعامل معاه ازاي؟ اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ولا لا في فعلا منافع اقتصادية من وراء الموضوع وعندك حل لتنظيم الامور دي؟ شايف الموضوع اقتصاديا ازاي؟ ببساطة اللي بيطرد العائل السوداني بيدخل يطرد المستأجر اللي ساكن المصري؟ لا، هو بيقدم عرض اقوى. هل بيدخل يمشي؟ ما بتدخلش يمشي. هو هنا في مستغل مصري بيفضل اللي جاي من هنا، فبيسرق المواطن السوداني اللي هو جاي في حاله عوز اصلا وظروفه سيئه، فبيعلي عليه وبيسيء للمصري اللي زيه فبيطرده. فمبدئيا هنا الازمه دي ازمه مواطن مصري بشكل فردي، وهو شخص مستغل. ده نمره واحد. نمره اتنين بدور رقابه الدوله، ان الدوله بتراقب على الاسعار، تراقب على ان ما يبقاش في سوق موازيه. الدوله ما ينفعش لا، اسمع وجهه نظر رامي كامله. هو ده الدور. لكن ان انت تيجي تقول لي انا دلوقتي ساكن جالي الاسعار عليت، ما الاسعار عليت ده معناه ان السوداني ده هيدفع. تمام. فالسوداني ده دخل هنا في اللحظه دي، هو دخل فلوس من مصر الدار. لا، انا كواحد دلوقتي لاجئ يمني، انا ذنبي ايه ان المصري اللي زيك طردك؟ مش موضوع طرد. انا بالنسبه لي انا عليه سعر ايجارات واسعار العيون نفسها. مين اللي بيرفع السعر؟ لا، ده حاجه دي تبع العرض والطلب، مش موضوع مصري ومش مصري. موضوع ان يعني في سعر حاجه زاد عليها الطلب فبيغلى سعرها. ده نتيجه ايه بقى؟ الطلب زاد نتيجه ان احنا استقبلنا ضيوف كتير. يعني الموضوع مضر هنا. هل الموضوع مضر فنقفله من بابه لانه احنا عندنا ازمه سكانيه؟ اصل اقفل من بابه ده بصراحه يعني كلام شديد. هل في تنظيم؟ اوكي، عايز تقفل من بابه اقفل من بابه، بس وانت بتقفل لم كل رجالتك اللي بره. ما تخليش حد يروح في حته. لا، ما هو في فرق بين الحاجات. ونلعب كوريا الشماليه بقى. لا، احنا بنتكلم عن في فروق معروفه بين السائح والوافد والزائر واللاجئ. والمهاجر والمقيم والمستثمر. حلو، في فروق كبيره جدا واسعه بين كل واحد والتاني. انا بتكلم في اللحظات اللي من النوع ده. هو يعني نتعامل بان احنا مصر تحديدا هي اللي يعني تواجه الازمه دي، وهي اللي يعني في وسط بقى الازمات الاقتصاديه والزياده السكانيه ويعني الوضع اللي احنا بنمر بيه وقله فرص العمل وغلو الاسعار. بغض النظر عن كل التفاصيل دي كمان، ده مش عبء؟ بيتنصل منه اخواتنا بنفس المنطلق الانساني. يعني هم جيراننا كلهم بيتنصلوا من هذا وسايبينها على ام الدنيا. ساعتها بنبقى ام الدنيا وخلاص، فاهم؟ وام الحضاره، واحنا الاخت الكبرى والشقيقه البتاع. لا، ما احنا. طب انت شايف ان في ممكن يعني لو في فكره تنظيم الموضوع ده؟ تنظيم طبعا وتغيير. انا مع ان احنا نساعد اخواتنا البشر والانسانيه في الانسانيه عموما، وجيراننا خاصة كمان، عشان ده عمقنا الاستراتيجي وأمننا القومي. أنا ما عنديش أي مشاكل مع ده، ولا أنا كراجل قومي أو كامتي مثلا بتكلف إن إحنا هننعزل وعايز نقفل على بابنا وجو بتاع كوريا الشمالية ده. أنا مش بطالب بيه نهائي، ولا هو مفيد، ولا أنا شايف إن هو يصلح لنا. حتى موقعنا ما يناسبناش إحنا كمنفعة، ما يناسبناش إن إحنا نعمل كده. إحنا أصلا تاريخيا في يعني عندنا ميراث من اللاجئين. يعني انت شايفه ازاي يعني تاريخيا؟ يعني تاريخيا اللاجئين الارمن مثلا واليونانيين اللي دخلوا مصر كان وضعهم ايه؟ وفادوا مصر ولا ضروها ولا اصل هي برضه على مستوى حسب الثقافه. احنا عندنا مشكله في الثقافه. احنا عندنا بنستقبل لاجئين ثقافتهم
متطرفة دينيا وعروبيين مش يعني ما بيؤمنش بالوطن اصلا ولاهم مش للبلد وجاي اصلا بيشتمنا، ولو في مثلا تاريخيا يقعد يفتكر لك لما انت اصلك احنا احتلناهم مش عارف سنه كام ومين عمل. قلت لك إيه؟ قلت لك من شويه النوع ده في ناس تانية مثلا زي الاجانب. النوع ده انا سالتك من شويه قلت لك النوع ده هل هو عام يعني كله كده؟ احنا بنتكلم في الاغلبيه، انا مش بعمم في اي حاجه. طب الاغلبيه في اليه لتنظيم الخطاب ده؟ انا بتمنى ولا عندنا مجلس الشعب يناقش حاجه زي كده. يعني وبتمنى ان احنا ننظر في الاقامات وننظر في قوانين الجنسيه وننظر في الكلام ده كله تاني. يعني ما هو اصل احنا مش اغنى من السعوديه مثلا. اخر نقطه بس عايز ارجع لرمه فيها. اتفضل. في النقطه دي تنظيم خطاب الكراهيه ده انت شايفه ازاي؟ يعني خطاب الكراهيه من اللاجئين اللي في مصر مش لازم يكون من السودانيين تحديدا، من اي حد، اي لاجئ من اي دوله كان، ها؟ خطاب الكراهيه والتطرف اللي بيبقى موجود ده انت شايف ان هو نتعامل معاه ازاي؟ بتساهل، بتجاهل، ولا عندك اليه معينه لتنظيمه ومواجهته؟ يعني فكره ان في طريقتين في ظني للتعامل مع الموضوع ده. يا اما بنعلم نفسنا احنا اللي احنا نتحكم فيه، نعلم نفسنا احنا احترام الاخرين واستيعابهم والتعامل معهم بشكل جيد، فتقدم الصوره المغايره عمليا فتبدا الصوره دي تتغير. او يعني في الحل العبثي بقى انك بتعلق على باب البلد ممكن نسميه مثلا مصروميتر، ان نقيس بقى هو ده بيحب مصر ولا بيكرهها فندخله ولا ندخلوش. خطاب الكراهيه بيبقى واضح لما حد بينشر خطاب الكراهيه، بتبقى خلاص اوريدي موجودين في مصر وعندهم خلاص وعندهم من الحريه ان هو عنده على السوشيال ميديا اكونتات عليها وبيتكلم براحته وبيشتم في البلد وفي الرئيس وفي الشعب وفي الجيش وفي الناس وفي كل حاجه. ده نتعامل معاه ازاي؟ طيب يعني انا حد بيشتم في مش مصر، بيشتم في مصر وبيشتم وبيهين الدوله مصر اوريدي مستقبليه والبلد. يعني ده بالنسبه لي اكيد خيال علمي، لان مفيش مواطن مصري يقدر لو فرضنا يعني ما فرضش حاجه هزليه. لا موجوده، لا ده حاصل موجود كتير. احنا ممكن نعمل تقرير عن نعمل يعني تقرير دلوقتي عن حاجه زي كده. لا بقولك لو موجوده فرضا، انت تتعامل معاها ازاي؟ اليه التعامل مع الخطاب ده ازاي؟ خطاب الكراهيه ده بغض النظر عن بلد محدده، اي بلد تانية موجود يعني منها لجيء. انا عن نفسي يعني شفتش هذا القدر اللي بشوفه، طرح عبثي جدا ان حد يبقى قاعد جوه مصر وقاعد بيشتم في البلد والرئيس وفي الجيش وفي يعني وفي المصريين. ده موجود. يعني انا عن نفسي ما شفتش ده. انا بشوف اللي المصري اللي بيفكر يكتب حاجه زي كده يعني بيزعل. عايز ارجع لحسام في نقطة الاقتصاد، التأثير الاقتصادي الفعلي على أرض الواقع للأعداد القادمة من اللاجئين يعني نعم والقديمة والقديمة، التأثير الاقتصادي ده هل في أصلا في تأثير اقتصادي؟ أكيد في تأثير اقتصادي. التعامل معاه إزاي؟ ولا يعني التعامل معاه بالانفتاح التام على فكرة اللجوء واللاجئين، ولا بالتنظيم والتقييد؟ بالتنظيم مش بالتقييد. أنت بتنظم؟ طيب بتراقب على الاسعار؟ المعادله دي يعني معادله صعبه. لا يعني ده دور الدوله. فالدول دورها انها بالتنظيم. ايوه والرقابه، ده دور الدوله لو هي مش قادره تعمله. يعني بتشوف حد يعني هل ده يعطي مبرر مثلا للطرف الثاني الاستاذ حسام مثلا في انه طالما الموضوع فيه عبء يبقى عنده مبرر فعلا حرفيا من باب اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ولا انت شايف الموضوع مختلف؟ بشوف ان هو عنده حق في انه عنده مشكله، يعني هو عنده مشكله. ايوه بس بيقدم الحل الغلط للمشكله. زي كده اللي هو عندنا حوادث قطارات، نطور السكه الحديد ولا نلغيها؟ نطور مش نلغي. يعني لو لغينا هيبقى مش حوادث خالص، بس ده معناه ان انت مش على سكه حديد. الأزمة إن الدولة تمارس دورها في الرقابة وتمارس دورها في التنظيم. عملت ده، المشكلة انتهت. بس أنت رأيك إيه يا أستاذ حسام في موضوع التنظيم كحل؟ تنظيمه كحل أحسن من الرفض والتقييد التام للفكرة؟ ده أنا ضده. شايف طبعا التنظيم عموما ضدهم ولا يعني ضد مين؟ أنا فكرة اللاجئين ودخولهم وتاريخيا إحنا عندنا اللاجئين مش من الأزمة اللي هي ما بقالهاش كام أسبوع ديت ولا كملتش. طيب احنا عندنا فكره اللاجئين لو قدام احنا بنتكلم على السودانيين مخصوص، فلا احنا عندنا لاجئين سودانيين من ايام مبارك يعني. ففي احنا بقى عندنا جيل تاني وجيل تالت.
ده بيشكل ازمه في حاجات كتير جدا. ايه بقى ايه الحاجات الكتير جدا دي؟ احنا بنتكلم دلوقتي اقتصاديا، فلا احنا عندنا دلوقتي احنا بنعمل لهم تخفيضات. الكلام اللي احنا برضو اللي انا كان قلته طبعًا. ان احنا عندنا تخفيضات على التعليم، عندنا زيادات في الاسعار اللي بتيجي مع كل موجه لاجئين عموما، مش مخصوص السودان. أيوة. لما جم العراقيين ولما جم اليمنيين وبعد كده الناس زي ما فيهم منهم كويسين في منهم وحشين. أيوة. فلا نسبه الوحش في السودان اللي جاي او اللي جاي من الجنوب عامه، عشان ما نختصش وما نبقاش كاننا عنصريين، لا نسبه كبيره جدا مش مفيده للبلد. واقتصادها ما يعني اعتقد ان هو بيخش في الاقتصاد الموازي وفي الاقتصاد الاجرامي اكتر منه ما هو بيخش في الاقتصاد الرسمي للبلد او بيفيد المصريين عموما. لا ده نسبه الشباب في الجاليه او اللاجئين السودانيين نسبه كبيره جدا، معظمهم مش متجوز، بيضطروا ان هم يمارسوا حياتهم الطبيعيه في فجاه بتنشا دعاره. مش بقول كلهم كده، لا في منهم عائلات محترمه زي ما في سوريين عائلات محترمه. احنا بنتكلم ان في نسبه شباب لا يستهان بيها، عندها خطابها عندها خطاب كراهيه تجاهنا وبيكرهوا البلد وبيكرهوا النظام اصلا اللي هو استضافهم، وشايفين ان هم عندهم نوع من انواع الاستعلاء، ان هو لو بياخد مثلا من المفوضيه ولا من اليو ان دعم او تمويل بيقول لك يا عم انا داخل بفلوسي وبظبطك. طب ما يا ابني انت داخل بفلوسك او بتظبطني؟ وده حوار تم ما بيني وما بين الناس السودانيين. لا في الاخر بتلاقي ان هو بيصرفها جزء على الايجار، فحتى لو قلنا ان في واحد مصري استفاد، انما الباقي في الاخر بيبقى ايه؟ مخدرات ودعاره وبتاع وشغل وجيتو. فكره الجيتو نفسها هي اللي انا كواحد قومي او كمتي ببقى خايف منها، ان خلاص السوريين بيتجمعوا مع بعض ويقعدوا، الافارقه عموما بيتجمعوا مع بعض ويقعدوا، السودانيين بيتجمعوا مع بعض، كل واحد عامل له جيتو وخلاص، هو مفيش بلد، مفيش يعني في لحظه من اللحظات مفيش قانون للبلد. الرئيس لما بيجي بيكلمنا كمصريين في لحظه من اللحظات هو كلاجئ اصلا بيبقى مطلع نفسه بره القصه ديت. لما يجي الرئيس يقول لنا ان احنا عايزين نقلل فكره نحدد النسل او ان احنا ننظم النسل او بتاع، هو اصلا ما بياخدهاش في الاعتبار، هو عايز عزوه وعايز بتاع وعنده قصته. فلا احنا انا ضد مش ضد استقبال اللاجئين كحالات انسانيه، انما ضد فتح البلد وضد دمجهم وضد توطينهم اللي هو بيحصل بدون ما ندرى. يعني حتى لو دول نسبه كبيره منهم عابرين وعايزين يروحوا لبلاد تانية، مش كلهم بيروحوا لبلاد تانية. والاعداد عندنا لو البتاع المفوضيه مثلا بتقول ان هي 300 ولا 600 ولا مش عارف ايه، الرئيس نفسه بيقول لك 6 مليون، المتحدث بتاع الوزاره بيقول لك 9 مليون. طب ما دي ناس قاعده، يعني دي مش ناس، لا هي مش عابره. يعني عايز ارجع لرامي في ميراث الكراهيه ده. ميراث الكراهيه ده بدا منين؟ ومش مش 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 كلام حسام هو اللي نفسه ميراث كراهيه، لكن التحذير اللي هو بيحذر منه، بيحذر من ميراث الكراهيه ضد مصر من بعض اللاجئين او من غالبيه اللاجئين اللي هو شايف ان هم غالبيه. الميراث ده بدا ازاي ونتعامل معاه ازاي؟ يعني في طريقه لمعالجته؟ انت شايف ايه؟ واحد السودانيين المره الثالثه مش لاجئين، السودانيين مقيمين في مصر بناء على اتفاقية الحقوق الأربعة اللي موقعها الدولة المصرية مع الدولة السودانية. هو الرئيس سماهم لاجئين. يعني وخصوصا في الأزمة الأخيرة. مع الصحيفة هو الرئيس يعني عموما يعني تحفظ على تعبير اللاجئين. ضيف. فضيف اللي هو مكافئ يعني. في أنا بتعامل مع القانون. تمام؟ زي مثلا كده لما تيجي تقول المعتقلين، هو قانونا وضعه مش معتقل. أيوه. ده محبوس احتياطيا على ذمه قضيه، فما تقوليش معتقل لان عمليا ده ميراث الكراهيه ده بقى. فدي نقطه مهمه، بس الناس دي مش لاجئين. لما يقدم ورقه اي سوداني داخل مصر هو داخل طبقا لاتفاقيه الحقوق الاربعه، لو فبالتالي له حق الاقامه وله حق الاجازه وله حق الاجازه. لما بيبقى حاله لجوء بسبب حرب، هنا اللي بيبدا بقى ياخد امتيازات زي اللي انت بتقولها بتاعت اعمل له تخفيض في المصاريف، اعمل له تخفيض في جزء. لكن في الحاله العاديه لا، هو بيتحاسب كاجنبي بيدفع مصاريفه السودان مش اجنبي خالص بالدولار. عشان كده بنقول السودان وضعه مختلف، لانه عشان اتفاقيه الحقوق الاربعه. انما دلوقتي اللاجئ هو مش لاجئ، السوداني مش لاجئ، هو قاعد طبقا لاتفاقيه الحقوق الاربعه، ينفع ما يروحش.
الا لما تتلغي هذه الاتفاقيه يبقى ساعتها انت ماشي الناس اللي هنا وانت ماشي الناس اللي هنا. طيب بغض النظر عن الاتفاقيه قران مثلا هن 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 احنا هنفضل مقيدين نفسنا بيه ينفع نلغيها لما تبقى انا بتكلم على العبء بقى العبء اللي موجود ده لما تبقى تتلغي بكل تفاصيله يبقى نتكلم على 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 النهمه الملغيه ساعتها يبقى في واقع جديد. احنا في واقع دلوقتي في اتفاقيه فبناء على هذه الاتفاقيه الناس دي مش لاقيه تمام الا لما اقدم ورق بقى في اليو ان ومقبول ساعتها ده اللي هو اسمه لاجئ. انا بناقش دلوقتي انا بناقش جوه ما بعد المرحله دي يعني ليش ما بعد المرحله دي من تفاصيل جواها تفاصيل واعباء اقتصاديه سياسيه حتى يعني خطاب وميراث من الاجتماعيه اللي موجود بين بعض اللي يعني الـ 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 الشعب السوداني وايه وبنرد عليه وبعض الشعب المصري تمام الطرفين يعني تمام الـ الـ التفاصيل دي مصدر يعني الميراث ده بدا منين ميراث الكراهيه يعني ده عنوان ظريف جدا ان فعلا هو ارث مش حاجه بنت النهارده. هذا الارث جاي من دوله محمد علي. محمد علي لما استلم السلطه هنا وراح بعد كده عمل غزواته في الجنوب هو بالظبط خلينا عشان اكون دقيق هو دخل احتل او اسقط مجموعه ممالك ممالك النوبه مملكه سنار سلطنه دارفور تمام وضمهم لسلطته. الثلاث مكونات دول هم المكونات الاصليه الاساسيه لدوله السودان بحدودها ما قبل استقلال الجنوب وفضلوا فضل بهذا الشكل لحد استقلال سنه 56. طيب يعني هيستمر الميراث ده ولا في طريقه للمعالجه ازاي نعالج ازاي نعالج الترسبات دي؟ ايوه لان هي موجوده ما ينفعش ننكرها. ايوه الترس الشمال كان موجود الايه؟ والترس الشمال كان موجود قريب واتعمل كذا مره مفهوم ازاي افهم ومطالبات ان اسوان ان هي اصلا سودانيه ومطالبات ان الجنوب عامه ده نوبي والنوبه اصلا دي مشكله اكبر دي دي قصه غير لا مش غير ده في صلب الموضوع لان النزوح الوقتي او اللجوء او يعني العبور بيتم في المنطقه دي بيتم في المنطقه منطقه اسوان وبيتم في منطقه الجنوب فما ينفعش نتجاهل الموضوع باعتباره ان دي قصه غير بتهيألي دي في صلب ايوه لا اصل مش ده السؤال يعني انا بتكلم على سؤال الميراث ده يتم معالجته ازاي الميراث ده يتم معالجته ازاي في طريقتين لان لكل طرف طريقته. الجانب المصري من احنا لازم نبدا نتخلى عن فكره الفخر الزائف بالتوسعات القديمه اللي عملها. احنا كانت دولتنا لحد مش عارف وين ده احنا كنا واخدين لحد ما حدش يتفاخر مش هتلاقي مواطن الماني النهارده بيتفاخر بالتوسعات اللي هتلر عملها مش هتلاقي مواطن انجليزي ذا شأن بيتفخر بالانجليزي احنا بنتكلم على دوله مواطنه لها حدودها فما ينفعش احنا كمان الامبراطوريات التوسعيه دي كانت ميراث تاريخ واعتقد انه انتهى انتهى لازم كمان ثقافته تنتهي ما يبقاش انت بتتقدمه النهارده بفخر ما هو ده شبه البكائيه على الاندلس لان معنى انت بتاخد الاندلس من الاندلس بتاعتك اصلا انت محتل احنا بنتكلم كدوله مصريه هل احنا المصريين برضو بيفتخروا انما لا دي بتبقى ردود على السودانيين لما بيجوا يواجهونا بخطابهم انا عاوز بس رامي يعبر عن وجهه نظره بشكل حدوته مين بدا يعني هو اللي داس على رجلي الاول هو اللي شدني من جمله قميص انا ما بتكلمش يعني مين اللي بدا انا بقول ايه اللي لازم نخلص منه لو قعدنا ندور مين بدا الحاجات مش هنوصل لاي موضوع طيب تمام لازم نخلص احنا من الارث بتاع التفاخر ب دوله التوسعات دوله محمد علي لا خلاص احنا اساسا دوله وطنيه ولها حدودها وتفاصيلها خلاص ده موضوع منتهي ده حتى مردود جوه السودانيين بيسموها ايه بيقولوها علينا العقليه الخديويه ازمه المصريين فعلا انتهت احنا ده ماضي مش ماضي في عندنا انا بقول ان يعني دي ردود افعال مصريه هقول لك مش بتكلم مين اللي بدا بس بتكلم لما انت ما تقول ردود افعال يعني مين اللي بدا في المطلق انت بتتكلم ده في المطلق ان احنا عندنا روح التفاخر دي لا دي مش روح التفاخر
وهي مش عيب بالمناسبه، انا مش شايف ان هي عيب. والانجليزي لا بيتفاخر عادي جدا، والامريكاني برضو بيتفاخر ان هو خد الدنيا كلها، وكل البلاد بتتفاخر، والصين والدنيا والهند وكله كله يعني، وسواء كان منطلق ديني او قومي او بتاع كله كله. الفكره في الانحياز، هل انت منحاز للتجارب الاستعماريه او التجارب الامبراطوريات القديمه دي؟ انت لما هتيجي دلوقتي الانجليزي لما هيجي يعاملني يقول لي وانا اللي كنت محتل لكم وبضرب ابوك بالكربات وطردناكم، انا هحبه؟ احنا نتعامل معاه من منطقه مصلحه، مش بنتكلم في هتعامل معاك اصلا. أنا يعني انت بتعاملني بهذا المنطق، انت بتتكلم عن الكراهيه، الكراهيه دي عكسها، الكراهيه دي بتيجي امتى؟ الكراهيه عكسها الحب، مظبوط؟ افهم افهم، الكراهيه نابعه، النابع بتاعها، الكراهيه عكسها النابع بتاعها عنصري. هو خلاص، هو زي فكره ايه، فكره ان هو عشان لونه اسمر فهو شايف ان اثيوبيا اخت بلادي، وشايفني انا بلوني الافتح، وعندك تدريجات اللون من اول الجنوب او الصعيد لحد فوق بكل تفتح، لا دول مخلفات احتلال. بغض النظر بقى احتلناهم، انت كده بتنقل في حته ثانيه. هو ده الكراهيه، ما الكراهيه ده النبع بتاعها، مش ده ان احنا عرق طردناهم ايا كان، مش عارف ايه يعني. يعني لا، اخد برضو من حسام وارجع للنقطه، برضو النقطه يعني ايه، اعتقد ان هي لب الموضوع اللي بدانا بيه. قبول اللاجئين معقول يكون يعني مرتبط بفكره الهويه؟ في علاقه من يعني عايز اقفل بس نقطه ازاي نعالج مساله الكراهيه عشان صح. تمام. لازم احنا انا قلت في الاول احنا نتخلى عما يسميه السودانيين بالعقليه الخديويه، اللي هو ان التفاخر بصدارة محمد علي، ان احنا نتعامل ان هم دول كانوا من انهم بيمثلونا. تمام. وعلى الجانب السوداني ان هو ما ينساش للحظة ان الوقت اللي كان فيه اللي هو بيسميه الاحتلال المصري التركي، مصر اصلا كانت محتلة من تركيا، اللي هو بيسميها الاحتلال المصري الانجليزي، مصر اصلا كانت محتلة من انجلترا. فهو كان واخدنا احنا الاثنين، اذا جاز التعبير، واخدنا شهوه، فاحنا الاثنين كنا تحت هذا الاحتلال. ما نقدرش ننكر ان كان في بعض الاستفادات اكتر للجانب المصري بوصفه، كان واخد شكل دوله اكتر من السودان اللي كان بيتعامل معامله المستعمره. بس كمان مش لازم ما ننساش نقطه ان المواطن السوداني او الشخص السوداني هو اقدم في الجيش المصري من المواطن المصري. طيب محمد علي بدا بمحاوله تجنيد السودانيين الاول وفشلت فلجا لتجنيد المصريين. فبالتالي جت علينا لحظه قبل ما يبقى قوام الجيش من المصريين ويبقى في ممثلين من العساكر المصريين جوه المستعمره السودانيه وهم محتلين السودان باوامر تركيه ثم اوامر انجليزيه، كمان كان العسكري الهجان السوداني كان باوامر تركيه بيجلد الفلاح المصري. فلازم السوداني ما ينساش ده، لازم يبقى فاهم هذا الارث. علينا احنا الاثنين ان احنا نكاشف بعض بالافكار اللي من النوع ده. احنا الاثنين كنا تحت نفس الاستعمار، احنا الاثنين كنا بنعاني من نفس الاحتلال، احنا الاثنين تم اجبارنا على قمع بعضنا البعض لان كان عندنا اوامر عليا من محتل كان بيحتلنا احنا الاثنين. برايي لما يبقى ده الخطاب اللي بيتم تسييده في الخطاب الاعلامي بقى من الاعلامي والثقافي والتعليمي في مصر وفي السودان، تبدا المساله دي تدوب وتتفك تدريجيا. عايز اضيف حاجه جات لي دلوقتي وانت بتتكلم. لما نوصل لفكره اللي هو ميراث الكراهيه اللي انت بتتكلم فيه، نفك ونعالج الموضوع ده، هل ممكن يعني الجانب السوداني او يعني اي جانب تاني من الدول الشقيقه اللي عندها ازمه لاجئين ممكن تتعامل مع يعني تحفظ الجانب المصري مع قبول اللاجئين برحابه برضو بمنطلق ان الدول دي اللي احنا رايحين لاجئين عليها عندها ازمات وبتعاني من مشاكل وفيها ما احنا نتعامل برحابه ان هم حقهم ان هم يحاولوا يعني يضيقوا العمل شويه، يزودوا الاجراءات التنظيميه اكتر؟ هل ده ممكن يكون وارد انه الطرف الثاني ممكن يتعامل بقبول ان انت من حقك تضيق المساله او تنظمها بشكل يعني ايه في صرامه اكتر؟ بص، هو اللاجئ في اللحظات زي اللي حصلت، ربنا يكون في الناس كان في اليمن ولا في
ليبيا ولا في السودان ولا في سوريا، هو في حاله بينجو بنفسه. تمام. مش بالساهل ان شخص يرمي نفسه في البحر ويعلم السمك هيروح بيه فين ويوصله يعني. فهو مش عندوش رفاهيه الاختيار للدرجات دي. السعوديه قافله حدودها فخلاص ما بيروحش الناحيه دي، هو مش هيروح يتخانق مع حد يفتح حدودك. هو في حاله جري. فالطرف اللي ما كان لسه في مطارات شغاله في سوريا، فاللي معاه فيز جري على اوروبا، اللي معهوش هو ناحيه الشمال فراح داخل في تركيا، هو ناحيه الجنوب فدخل. يعني هو ما فيش بني ادم مثلا دلوقتي في الجدارف مثلا في السودان اختار ان هو يجي مصر، يستحيل، هو اوتوماتيك هيجي داخل على اثيوبيا. البني ادم اللي في دارفور اوتوماتيك هيجي جاري داخل تشاد. اللي في الشمال هو اللي هيجي جاي داخل مصر. يعني هي برضو مسألة انت دول جوار مصر اللي شايلين الحدوتة، مصر، اثيوبيا، النيجر، سوري، تشاد، افريقيا الوسطى، اريتريا، كل حد حسب هو بالصدفة فين فهيجري في اقرب اتجاه. فكرة ان احنا بقى شخصيا عايزين نحط قوانين زيادة وعايزين نصعب الموضوع لان احنا بقى عندنا بيأثر علينا دي، بنعملها ازاي مثلا؟ مع مراعاة كل هذا. بمعنى ايه الانسانية؟ بمعنى ايه صعب القوانين؟ يعني فكرة ما هو يعني احنا دلوقتي مصلحتنا انت مش دولة ارجع اقول انت مش دولة لجوء نمرة واحد. فانت هنا طبعا انا اصلا حته قدام انا مش دوله لجوء دي مش قادر انت استعرفها. انت قدام لحظه من الاثنين، يا انت من يا تقبل دخوله يا ما تقبلش دخوله. لا كده انا اصريت اوضح ان دخول السودانيين لمصر بيتم طبقا لاتفاقيه الحقوق الاربعه، مش طبقا لانه لاجئ مليانه سودانيين، لان هو لو ما فيش يعني وقت حرب طيب برضه كان هيتم قبولهم بنفس المنطق وبنفس اللي هو في حرب فالناس بتجري حاجه من الاثنين، يا تسيبه يا تسيبه يدخل يا تقفل حدودك. هو ده الاوبشن. طب ما اعمل له حاجه يعني، ما انا ممكن اعمل زي بلاد تانية، ليه ادخله جوه البلد؟ تعمل مخيمات؟ بنعمل مخيمات. الدوله المصريه بترفض المخيمات تماما برضو. ده موضوع ده. الدوله المصريه عندها رفض قاطع وصارم لفكره المخيمات. طب الجيتوهات اللي بتنشا نتيجه ان هم خلاص بيستوطنوا. انت شايف انت شايف الرفض ده منطقي وليه مبرراته ولا ما عندي؟ يعني انا مش قادر اعرف إيه منطقهم في الرفض. بغض النظر لا لا بغض النظر عن المنطق، الواقع احنا قدام دوله عندها مشكله من لاجئين، والرئيس مؤخرا قال ان احنا الموضوع مش هيتساب بشكل مفتوح الفترات الجايه مع تفاقم الازمه، لانه هيبقى ازمه اكبر من الازمه اللي موجوده دلوقتي، واختص السودان بالذات وازمه. بغض النظر بعد اذنك يا حسام، انا بتكلم بقى انت شايف الموضوع ازاي؟ يعني شايف ده ازاي؟ يعني الفكره دي الدوله متساهله فيها، متساهله في ان هي يعني ترفض فكره المخيمات؟ ما دي بقول لك انا مش قادر افهم هو ليه الاصرار ده. يعني ده كان انا بتكلم بغض النظر عن منطلقاته، انت شايف ان الموضوع ده ضروري وحتمي والمفروض ان هو حاجه مفيده للدوله، ولا لا نسيبهم كده في توزيع جغرافي في وسط المجتمع بشكل عادي واصل هم مش لاجئين؟ انا على نفسي مع ان الناس تعيش في المجتمع مش تبقى في مخيمات. انت شايف ايه؟ مش شايف ان في لا انا ضد طالما ليه مكسب ليه؟ لان ما احنا عندنا مقيمين وعندنا سياح وعندنا مستثمرين وفي عندنا تجنيس كمان حتى لو مش بعدات كبيره. وده منطقي وفي اوروبا بيتعاملوا مع الموضوع. لا اوروبا اصلا الفكره عندهم مختلفه تماما. يعني الناس بتنقي وعندهم الكامبات بتاعتهم وبينقوا الناس اللي هتفيدهم كمجتمع، وبيراعي فكره المواليد وبيراعي فكره الثقافه، وهو اصلا قادر ماديا. وهي المشكله بتاع يعني هو انا لو احنا قادرين ماديا طب ما احنا ما عنديش مشاكل. يعني انما احنا منين انا كدوله بطالب الشعبي واحنا امه كمان مش حتى مش شعب يعني بان احنا نحدد النسل او ننظم واحنا في نفس الوقت بنستقبل ناس هياثروا بقى في 1 2 3 اللي احنا اتكلمنا فيه كله. وزاره خارجيه فرنسا اعلنت انه في خلال السنه اللي فاتت استقبلت 100,000 لاجئ اوكراني، وده كلفهم مبلغ ضخم جدا، تقريبا حوالي 500 مليون يورو حاجه زي كده، مبالغ دول 100,000.
احنا بقى عندنا وعملوا هيرجعوهم كمان ماشي ارقام بوقت. ارقام يعني اقل رقم موجود دلوقتي 6 مليون 6 مليون مع فارق الخدمات اللي بتقدمها مثلا فرنسا ومع فارق الخدمات اللي بتقدمها مصر والتفاصيل. لكن لو قسنا الموضوع داخل في 45 مليار 10 مليار قصاد الرقم الهزيل اللي هم بيتكلموا عليه وبيعانوا منه من 100,000 لاجئ اوكراني. وهل احنا بقى الارقام دي عادي كده نتساهل معاها وسط الازمه اللي احنا فيها وسط يعني فرق الخدمات كمان موضوع انت شايف ان الموضوع يعني معلش يعني برضو في نفس السياق يعني ان ليه احنا الخطاب العاطفي ده احنا الوحيدين برضو اللي الناس بتكلمنا فيه يعني ما هي هي على الكل يا مش على حد خلاص انا يا انا شقيقه كبرى وهم دول اشقائنا وبيساعدونا يا احنا يا عم ولا احنا دول ولينا مصالح ولو تعارضت خلاص تعارضت هي دي الدنيا ولو توافقت هي توافقت وهي دي الدنيا. انا عاوز اختم بملخص لكل طرف من اطراف المناظره اللذيذه الجميله بتاعتنا انه يعبر في يعني مجملا كده عن وجهه نظره في الموضوع عشان نختم بيه. انت شايف الموضوع زي استاذ رامي يعني ملخص وجهه نظرك في القضيه دي قضيه اللاجئين والتعامل معها. انا بفتكر دايما في الحاله دي موجه النزوح اللي حصلت في نص القرن ال 19 تقريبا من الشام على مصر مع الحروب الطائفيه اللي حصلت في سوريا وفي الشام بشكل عام. الناس دي جت بعد الكبيره طبعا ما كانش فيه فرازه يعني وانا بلاقي مين يعمل ايه دخلت اعداد ضخمه وقعدت واستقرت وتفاعلت مع المجتمع في وسط الامبراطوريه العثمانيه والدوله ما كانش ميلاد الدوله الوطنيه ما كانش موجود في التوقيت ده تمام. المجموعه كان عندك بعض القوانين المختلفه فبناء على القوانين المختلفه دي الناس اختارت انها تيجي لمصر اللي كان ليها وضعيه مستقله شويه داخل رعايه الخلافه العثمانيه عن بقيه الخلاف يعني مصر كان ليها مساحه من التشريع مستقله عن قوانين الدوله العثمانيه بالتالي الناس دي اختارت انها تيجي مصر. مع دخول الناس دي واستقرارهم وعيشتهم في مصر طلع عندنا عائله اسره صنار اللي كان تاثيرهم مهم في الاقتصاد طلع منهم عائله تقله اللي اسسوا جريده الاهرام واللي المصريه اللي هي الجريده الرسميه بتاعتنا النهارده طلع منهم يعقوب صنوعه وبديع مصابني طلع من ده كتير يعني خلينا نقول طلع جورج زيدان مؤسس دار الهلال وكل دي مجرد امثله على الناس اللي وفدت. انت مش هتقعد تقف على الحدود وانت داخلين انت معاك فلوس انت مكمل تعليمك انت لا انت بتقبل والمفرزه بتشتغل مين بيبقى ايه ومين بيبقى ايه قصاد كان في صدناوي ابا كان في نسوان بتبيع بليل يعني كان في رجاله بتمسح عربيات وكان في يعقوب صنوع كل حاجه موجوده. فهل النتيجه كانت اسرار ولا افقار؟ لا النتيجه كانت المحصله النهائيه كانت اسرار للشخصيه المصريه والهويه المصريه. يعني كنا متفاخر بان احنا عندنا مدن كوزموبوليتان واضحه زي القاهره واسكندريه افتقرنا ثقافيا لما تم قفل طرد الجاليات دي من مصر وبقت مقفوله على عرب عروبه استعراب عربوني. استاذ حسام عاوزك تلخص انت كمان وجهه نظر حضرتك في يعني نقط سريعه ومختصره. انا بس عايز بس اقول بس حته يعني توضح نقطة معينة ان في فرق ما بين المهاجر واللاجئ والمستثمر وحتى على مر التاريخ الناس اللي وطبعا انا مش معنى كلامي ان انا ضد فكرة اللجوء او ان انا انسى الجانب الانساني مثلا لا بالعكس احنا الفكرة ان احنا عندنا مشاكل اقتصادية ما بتديناش فرصة ان احنا حتى نمارس المساعدة اللي احنا كأمة مصرية عريقة نقدر نعملها بيأثر علينا في جوانب سلبية كتير. أنا مش ضد السائح مش ضد المستثمر مش ضد المقيم من بلد تانية جاي عجبه البلد عجبه جواها سواء كان من برة ولا يعني من الشمال ولا من الجنوب ولا من الشرق ولا من الغرب دي مش أنا مش ضده ومش تفكيري انعزالي ولا عايز أقفل على البلد
لا احنا عندنا مشاكل بتنتج عن خطابات كراهية وعن غلاء في الأسعار، الكلام اللي احنا قلناه يعني. بقى ابن بلدي ما ينفعش يخش الكلية اللي هو عايزها عشان في الكرسي بتاعه متاخد من 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 شخص آخر، وهكذا. النقط دي كلها مأثرة على فكرة ان انا اخد الاعداد كبيرة مليونية، واحنا اقتصاديا جنبنا ناس احنا هما مش يعني هما اغنى مننا بمراحل، وما بياخدوش اي حد وبينقوا عادي جدا وبيختاروا عادي جدا. ومش عايزين ننسى برضو اوروبا اللي بتاخد اللاجئين حالتها الاقتصادية يعني احسن مننا بمراحل، وبتنقي ما يعني بتوقف الناس على الحدود وبتنقي وعمل لهم فاص يعني لو سميناها، واحنا ما بنعملش كده. فمش هنقدر ان احنا استخدام مزيد. وبعد كده المنطقة مرشحة ان هو يتفاقم الوضع. يعني لو احنا بنتكلم في ان السودان عندنا اقامات وبتاع، طب ما دي الناس الكويسة الحلوة اللي احنا مش زعلانين منهم، انما وقت اللجوء لا، هيجي لك اعداد، الاعداد دي هتعمل ضغط على مناطق. في 3 4 محافظات مثلا بيشتكوا، الشباب اللي فيها بتشتكي، ما بيشتكوش دلع يعني، بيشتكوا من مواقف حصلت لهم. فلا ده لازم نهتم بيه، ولازم ناخد اجراءات في تقنين اوضاع، ولازم الاقامات حتى عموما لازم يتم تغيير الاقامات واعاده النظر في القوانين بتاعه التجنيس واللجوء عموما. اشكرك يا حسام، اشكرك يا رامي، استمتعت بالحوار معاكم جدا واشكركم. وما تنسوش تشاركونا ارائكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير. كان معكم عبد السميع جميل من دقائق نت، شكرا.